بسم الله والحمد لله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تكون له رضاء ولحقه أداء، اللهم اجزه عنا بما هو أهله، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته. إن أمن البلاد في خطر وعلينا الحذر. أي خطر هذا الذي تتعرض له البلاد يا مولاي؟ بنو إسرائيل، فإني أخشى الخيانة، وكما تحالف بنو إسرائيل مع بدو فلسطين هذه المرة، ربما يتحالفون مع الحيثيين المرة القادمة، والحيثيون أقوياء وليسوا ضعفاء كالبدو. إذن فليزدد تعذيبنا لبني إسرائيل. ليس هذا الذي أقصده. إذن ماذا تقصد يا عظيم مصر؟ إن الذي أقصده هو قتل أسرى بدو فلسطين أمام بني إسرائيل حتى يدب الرعب في قلوبهم. أريد أن نمثل بجثث البدو أمام بني إسرائيل. أريد أن تشوه جثث الأسرى. أريد أن يدب الخوف في كل من يشاهد هذا المنظر. هذا جزاء من تسول له نفسه أنه يستطيع الإفلات من قبضة فرعون مصر. فليعلم الجميع أنه لا يوجد من هو أقوى من الفرعون على وجه الأرض. إني أشعر بقلق على بني إسرائيل. وأنا أيضا، ولكن لماذا؟ لماذا؟ إني أشعر أن الفرعون على علم بمراسلتنا للحيثيين. اصمت ولا تنطق بهذه الكلمة ثانية، بل ربما سمعنا أحد. إني جمعتكم اليوم من دون كبير الكهنة لأن الأمر جد خطير وفي غاية السرية. نحن طوع أمرك يا عظيم مصر. أريد التخلص من بني إسرائيل نهائياً. أريد من الشرطة والجيش قتل كل شخص من بني إسرائيل على أرض مصر. ومن سيقوم بأعمال السخرة التي يأبى المصريون القيام بها؟ فبنو إسرائيل خدامنا وعبيدنا، ويبنون بالصخرة معابدنا ومقابرنا. إنهم منذ التمثيل بجثث البدو وهم يعيشون في ذعر وخوف. ما الذي حدث مجددا فأشعل غضب مولاي ثانية؟
وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. لقد تغلب أبو فرعون على خوفه من بني إسرائيل بمعاهدة سلام مع الحيثيين وأرسل الرسل إليهم. من فرعون مصر سيتي الأول إلى ملك الحيثيين، إليك التحية وبعد. لقد طالت الحروب بيننا وبينكم، وسالت دماؤنا ودماؤكم، ويتم أطفالنا وأطفالكم، ورملت نساؤنا ونساؤكم، وإني أرى أنه قد حان الوقت لحقن الدماء بيننا وبينكم، وأن تحل المحبة والوئام مكان الكراهية والحقد، كي تنعم شعوبنا بالاستقرار والأمان. فإن كنتم ترغبون السلام كما نرغب فلنتعاهد، وإن كنتم ترغبون غير ذلك فلكم ما اخترتموه. ملك مصر وفرعونها سيتي الأول. أكرموا الرسول وجهزوا له مكانا لمبيته حتى نتشاور في الأمر ونرسل رسالتنا معه غدا. الشكر لك يا مولاي. ما رأيكم فيما سمعتموه؟ ربما المفاجأة يا مولاي قد أربكت تفكيري بعض الشيء. وماذا عن وزير خارجيتنا؟ ألا يزال مرتبكا مثل رئيس الجيش؟ إني مندهش، لم تصلني أي أخبار في الأيام الماضية عن رغبة مصر في السلام. هذا عذر أقبح من الذنب أيها الوزير، فمن المفترض أن تكون أول من يعلم ذلك. مولاي، إني أشك في أن فرعون مصر ربما أصابه المرض، أو ربما لديه بعض المشاكل الداخلية التي تضطره إلى إبرام معاهدة معنا. هذا ما ذهب إليه تفكيري، فربما أصاب الجيش المصري الوهن والضعف من الحروب المستمرة طوال هذه السنين. فمن الممكن أن تكون هذه فرصتنا لمواجهة جيش مصر وإلحاق الهزيمة به وتفكيكه والخلاص من مصر إلى الأبد. إن الجيش المصري في أسوأ حالاته ليس بضعيف، هذا أولا. ثانيا، إن جواسسنا وعملاءنا من بني إسرائيل لم يبلغونا بأي شيء عن فرعون مصر أو جيش مصر، فلو كان الفرعون مريضا لعلمنا، فإن معلوماتي عن فرعون أنه بصحة جيدة وفي انتظار مولوده الأول. إن خزاناتنا يا مولاي لا يتبقى لها سوى عام وستصبح فارغة. ما أراه أن الهدنة قد تشكل لنا فرصة ذهبية للعمل والزراعة وملء خزانة الدولة من جديد، وإعادة تسليح الجيش وتطويره من جديد كي يكون على استعداد تام لسحق جيوش مصر. إذن الهدنة فرصة لنا كي نملأ الخزائن من جديد ونطور جيشنا لنعيد الكرة على مصر ونسحقها. إيتوني بالرسول. من ملك الحيثيين وقائدهم الأعلى لك التحية، قبلنا الهدنة ودون شروط، وعليكم أن تأتوا إلينا هنا في أرضنا لنوقع الاتفاق الذي سيكون بيننا، ولنبدأ زمنا جديدا بلا حرب
ولنحقن الدماء. لتفصحوا عن آرائكم فيما سمعتموه. أرى أننا قد تسرعنا في إرسال الرسول بطلب الهدنة. لا يعجبني أسلوب ملك الحيثيين، فإنه يتحدث كما لو أنه في مركز قوة. ربما اعتقد أن جيشنا يعاني من ضعف ما، أو أن لدينا مشكلة قد تضعف موقفنا إذا دخلنا الحرب. إني أتفق معكم جميعا، ولكن الشيء الوحيد في هذه الرسالة الذي استفزني هو أنه يرغب في أن نذهب إليه لتوقيع المعاهدة، فملك الحيثيين لا يعرف ضآلة حجمه بالنسبة إلى فرعون مصر. إن أردت حربا جديدة يا مولاي، فإن الجيوش في أحسن حال وعلى أتم الاستعداد لتلقين الحيثيين درسا لن ينسوه. يجب أن تتحلى بالحكمة يا رئيس الجيش. نحن أرسلنا رسولنا لهدنة، فكيف ينتهي بنا الحال إلى الحرب؟ يجب ألا نحيد عن هدفنا الأساسي، وهو قطع الطريق بين الحيثيين وبني إسرائيل. إذن نقوم بتعديل الوضع، وألا يكون اللقاء على أرض الحيثيين. هذا هو ما أريده، فليعد الرسول ويبلغهم برغبتنا في مكان محايد لعقد الاتفاق. أبلغ فرعونك الموافقة على أن نلتقي في مكان محايد. فلتعلم يا ملك الحيثيين أن المعاهدة التي تعقد بيننا إنما هي على أساس القوة وليست على أساس الضعف، فإن جيوش مصر قوية وتستطيع شن الحروب في أي وقت إذا أمرت بذلك. إن كنا جئنا إلى هنا في هذه البقعة المحايدة من الأرض فلنتعاهد على السلام. إذا ما الداعي لهذا الكلام يا حاكم مصر؟ أنا أريد ألا أدع المجال لخيال ملك الحيثيين، فربما يتصور أو يظن السوء والضعف في جيوش مصر. نحن نعلم قوة جيوش مصر، وأيضا نثق في قوة جيوشنا. إن جيوش الحيثيين قوية وأعدادها كبيرة ومدججة بالسلاح ومدربة على فنون القتال. وما الداعي لأسلوب استعراض القوة يا ملك الحيثيين؟ أنا لا أريد أن أدع المجال لخيال حاكم مصر، إذ ربما يظن الضعف في جيوش الحيثيين. فليوقع ملوكنا على المعاهدة حتى يعم السلام والهدوء أرجاء البلاد.
فليحتفل الشعبان ولتقيم الولاية.